اشتغلت طيارجي، اشتغلت نجار، اشتغلت فرماشان. هلا فتحت كلينيك. فتحت كلينيك؟ حكيم اسمين، بس غيب الحكيم ببقى فوت محله انا. وكيف الشغل معك؟ كتر خير الله، بس الزبونات شوي اخلاقهم ضيقة. ليه شو عم يعملوا لك؟ الدكتور موجود؟ نعم الدكتور موجود؟ لا تفضل، موعدك؟ ايه معي موعد معهم. ايه تفضل تفضل. وحضرتك بطلوا؟ لا مريض شوي، عم يرجعوا درسوا. حكيم عم يرجعوا درسوا؟ ايه راح يقضوا، استلمت عنه. شو شو القصة؟ والله والله هلا عم تلعب هيك شوي. عم تلعب؟ ايه بسيط. صح منك شوي. بتضايقك هيك. هلا وقف شوي، وقف شيله. ايه طبق تمك. ايوه طبقوا، خليكم طبق. ايوه طبق طبق، خليكم طبق، ما تفتح، خليكم طبق. يا طبق طبق، ما كان اخليك. خليك مطبق. ايه معلش معلش، اهدي هون. شو بقى خيي؟ عم نظبطهم، خليك مطبق. ذوق شوي، ما انا ما لنا شغل كذا، بس هيك عم بتسلى. ما تطيب. وين حبيب؟ ايه؟ وين حبيب؟ شو هيدا عم تسلى من خارج؟ بدنا نستني انا. طيب يا خي ما هيك، بس الحكيم منه هون قال بتسلى شوي. من هون في عم تحس شيء هون؟ هون دراجة ولا معقولة؟ ايه؟ لأنه ما عم بقلي ليتين شمال منه. اخ توجع؟ ايه ايه هون ما شو كتير. لا اخ اخ شوي شوي عمي هون بكي عمي شوي شوي خليني بسيطة. هل استمر حكي منه هون بيجوا على درسه راح يقضعوا. لا صح ما خطة مزبوط. علي افتح افتح افتح. انت عم تحس النخيرة؟ بس ما انا ماني حكيم. شو حس النخيرة خيي؟ لحظة ما انا ما شو حس النخيرة؟ عم بدي اقول النخيرة. انا ماني حكيم. جيت تعلم فيي انت هون؟ لحظة جيت تعلم فيي هون. طيب ولا شو من حقك هون؟ وطي صوتك. بأي زمان بتخرج خيي؟ انا عم بمزح معك على تلفزيون لبنان بتعيش.